طارت مرة كنت عن ربع إلى المرة حتى كتو لسي كلها وزيرة وخدعة ورزي وزارها وحمدها كلها القصة ومار يعني بحث على شيء وزي ما وانت عميلي مار هيا ما انتو حلوها السبي والشرع اللي قد يستا بي حولة هيا بقوها السبي شرع اللي قاصة ومار يتوى مكتب دورا يعني برلمان كا اللي بوليدي محاقة على الشيء التجيكا حتى في سرقة الدولة اللي في سرقة الدولة وحلا كان يدي سيش عليها ك يدي ده خوف سيلا أو استجنا خميس تتنبأ من كتر نسيه أي ما سكين وانا وح كرول لك يعني الشرع جا نخشرين كنا جالوين كو استجنا بديك الله بجاي خميس تتنبأ وح كرول الله جح الله يحاربون من سنا يلنا لنا أنجا وعاصمة تركا يدي غالبا كسر الله معه ويدنا من سومالي ويجينا مش يعني نمبر يمكن أن تشاري ولا تقف الشيء اللي يسوى وراء الدنيا يعني تقف في الدنيا وحكروا وزيك أن كور بطن على دعمية مع على عصر ديان ونكسر حي واحد بعدين يعني أمريكا جري نقول حالي ماشي خد على حياة وحياة على مارك تابوت ومارك يا عمي يا حي مارك وحاول شيء وكري أني عاصمة أو ما تقول برنامج كذي يريد شيء حسي أني بنرد دري سجدة أني عاصمة دلوقتي شو سبي هربا يقولها وزيره وسبيين وحلا مطوعي وهربا مطوعها إن طريقة درجها أها أني أقول في عاصمة دلوقتي شو عنك أهين أخفر طريق أو آك يا أهو حكى بدلنا عن بعدين كريم خاصنا وا وا بس ما سوى هذا القاعدة بس تقول له سبي هذا هو اللي سبي برنامجي هنا المجال اللي نقول فيه مارك ريها مؤسسة وحور دفن لحر قهيركا لما عضي مشروع دينها عم الدين عفسكا اللي قد قيست وزارة المالية وزير دين وطور بحيي إن مارك دي مشروع عاصف المال في عام مريو إذن بيكو أوهر اللي رسو بحيي وها كي أي دولوك بريستي مثل اللي قرر بيدخ لكبر أنا يسوح رئيسي وصوماري أنا أدوب أمان يقولون أن أطيب رسو بريتي مدى صوماري أيا حتى نوح على كلاي إذن بيتري SNP 3 oo isagana la iska rabo in maareeyo sidii gacmaha la isku qabsaday dawladda iyo maareeyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadweynaha maareeyay gacmaha inta la isku qabsaday loo fuliyay oo in uu noqotay suubeyte dawladda Soomaaliyeed ayaa waxa la rabaa haddana in SNP 3 isagana guulo looga soo qabto oo isagana fududaha looga baahan yahay ay yihiin inaan wax in dakhliga dakhligeen la kubiyaa ay yihiin tahay iyo in maareeyay أنا وحدين أهاني قرين دولة سوماليا وحدين أنا أهاني السوق وحكم إذا هاي البيانات في سواس اللي يوم إذا ما بغرك السومالية يعيدا كبولسكا يعيدا كمارك من الأسبوبة يعيدا كستقود جرا بيانات في كيس كاسو الشيء جاي مارك في الله نص اللي يوم مارك أكونه هو كسب الله حق وهو حيا له اسم كتير ليس كهرب وحكم إذا هاي دولة تجدين السيستم كلا عكا ما بيقولون تيجي واحد يسوق مايو هو أه مارك في wasaaradaha maareeyay marka ay isticmaalayaan sheega running cost code ee inay system sax ah yahay waxa kale oo wardafin hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha rayidka laga dhigaysto wasiir saalax wasiir shaqaalaha shaqaalaha waxa yahay wadeenadiisa yahay marka maareeyay loo xil saaray oo maareeyay shaqadaasi way ka gudbinay waxa uu meesha laga sheegay in maareeyay 2019 shaqadaasi ay ahay maareeyay hubinta shaqaalaha dawladda rayidka ah la dhammaystiray in 7500 oo shaqaalaha rayidka dawladda ah la diiwaangeliyey in 1900 la dhammaystiray iyo in shaqaalaha guud ee payrollka shaqaalaha dawladda rayidka ah yahay 1800 ilaa 4000 oo markaas waxa u dhimanaya ay yihiin maaragtay waxa ay abuuran maraday 1900 السفر رضا وحول السفر وزيكا يشجع وزيكا جلس السفر تجي ويجي تجي تركي أي كمدور له وزير هذا ومعرك في ودويد ويجي اللي ودويد بيجي تركا أي كأي كوا واحد لين ورد حتى سألت جت جيش وحول رد حتى جت جيش وزيكا تمر في معرك فيها ويسوون طلاق ويجي بقطع ذلك ويجي تؤدي وزير عثمان اللي بح ويسوون
شراب كاس يقول له هذي مارك هنا عديها وضرب عرضها ورد الحين إنه واحد اللي جده يستي وزير كعبان يرد يسبورتس كا وزير خديت هو يضرب قوة حصي عصومات هي أي كهلان ذلك قوي ويضرب مارك الكور حصي كلها وزير في كاس الكور عليه وبدي يقول السلام مانتا شكل سكولي في الوزراء